عبر عدد من الحجاج اليمنيين عن ارتياحهم من الخدمات المقدمة لهم في موسم الحج لهذا العام، بعدما عانى الكثير من الحجاج من تراجع في مستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الأوقاف وشركات التفويج خلال الأربعة أعوام الماضية. نعلن نجاح هذا الموسم نجاحا كبيرا بكل المقاييس، متلافين أي قصور حصلت في الأعوام الماضية، وقد أطلقنا على هذا الموسم بالموسم النموذجي للإعداد المبكر والهدوء الذي ساده وراحة حجاجنا لكل ما قدم لهم. حقيقة لمسنا في هذا العام خدمة تميزت كل التميز عن خدمات الأعوام السابقة، فخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك، ممثلة بالمملكة حكومة وشعبا، ممثلة بوزارة الأوقاف، ممثلة بالبعثة اليمنية. أسأل الله كريم وبارش عظيم أن لا يجعل هذا آخر عهده بالبيت، وجزاكم الله خير على هذه اللمسة الطيبة المباركة، حفظكم الله جميعا. وكذلك نقول للشعب اليمني كل عام وأنتم بخير، وأن الله يخارج البلاد والعباد، وأن الله يحق دماء اليمنيين، وأن الله يأخي بينهم. أشكر الوزير على الاهتمامات الجديدة الذي التمسناها في العام هذا، حسب ما قالوا أن اللي حجوا العوام الماضية فيها أشياء التمسناها، خاصة في مشاعر في عرفات، في هناك تكييف مركزي أقوى من السنين الماضية، وإن شاء الله نأمل أن يفرج الله على وطننا الحبيب وأن يفك الكربة إن شاء الله، ويعيد أبناء اليمن إلى بلادهم سالمين غانمين، ويتمم الله على خير وسلم الحجاج وحجام ورجعنا سالمين غانمين إن شاء الله بذنب مغفور وتجارة الانتبور. صراحة كان موسم من أفضل المواسم ترتيبا وتنظيما وتفويجا، وكان يعني للمشرفين والمطوفين وللوزارة الأيادي الذهبية، ونسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يبارك فيهم في المخيمات في عرفة في مزدلفة في كل الأماكن، نسأل الله القبول للجميع. يعني الحمد لله حج موفق ومتابعة، والأمور كانت الحمد لله كل شيء مرتبة في يعني في مجاله وفي وقتها. والله ما شاء الله الأمور طيبة والحمد لله على كل حال، وأدينا النسك وهذا وجزاهم الله عنا خير إن شاء الله. تنظيم الأمة وأمة ما تعني أمة ما شاء الله ما تعددش، بس الحمد لله بالترتيب والنظام حقنا والحمد لله بسلامة ولا بنا بأي شيء، اللهم الحمد والشكر. حج ميسر والحمد لله، ميسر الحج وتمام ما شاء الله. الموسم والله أنه باهر، والحج حالي والله الذي يعني الذي أتانا إلى هذه الطريقة الحالية، ننظف نغربل نخرج يعني ركن من أركان الإسلام. الوزارة ما قصرت